أيضا هذا يسأل الشيخ عن تارك الوتر، هل يعتبر يعني آثما؟ الوتر عند بعض العلماء واجب عند الحنفية، والإمام أحمد يقول لا يتركه إلا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، ولذلك الوتر سنة مؤكدة وبعض العلماء يوجبه ويخشى على من يتركه. طيب يا شيخ، وإذا يعني أيضا أحد الإخوة يسأل يقول وإذا ترك مثلا دعاء القنوت في الوتر هل عليه شيء؟ لا، هذا ترك سنة، بل إن بعض العلماء يرى أن السنة ترك القنوت أحيانا، ولهذا نشوف أئمة الحرم جزاهم الله خير يخبرون أن يعلمون الناس السنة بهذا، يتركون بعض الأوقات ما يعني لا يقنتون.